والتوقيت الزمني ايضا الى شعار محمد بن زايد بن خلفان المنصوري كما فعلت الغربيه في الشوط الاول الرئيسي، يفوزون ايضا بافضل توقيت وما زال المجال والباب مفتوح لتنافس التوقيتات الزمنيه. الاشواط تنطلق مشاهدينا الاعزاء والزملاء المعلقين يتواصلون في الوصف والتعليق على الاشواط القادمه. الرحيم أيها الإخوة المتابعون، متواصلين مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، وهذه الانطلاقات الصباحية الخاصة بالأشواط العامة، حيث ننطلق مع حضراتكم في هذه اللحظة في شوطنا 12 ضمن انطلاقات هذه الأسماء المميزة في هذا الصباح. شوط البكار ينطلق وهذه فرحة على صدارة الشوط، شعار محمد بن راشد بن قطفاي المري هو المسيطر على المقدمة وعلى الصدارة في هذه اللحظة، تليها مباشرة هذه علاج على المركز الثاني محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، شعاره على المركز الثاني. لسكية على المركز الثالث، زايد بن خميس بن عويضة المريخي، والصاملة على المركز الرابع علي بن تويم المري، والمركز الخامس وجود بنت رياض على المركز الخامس وهي ملكيتها تعود لعلي بن عبد الهادي بن عبد المري. أيها الإخوة المتابعون، أسماؤنا الخمسة على حضراتكم، وهذه لحظات رحلة الثمانية كيلومترات، لا زالت الأمور مع صاحبة التوقيت الأفضل، صاحبة الشوط الماضي هي صاحبة أفضل توقيت، هذه احترام التي فازت بأفضل توقيت حتى هذه اللحظة، 13 دقيقة 16 ثانية 82 جزء من الثانية، ها هي على شاشة قناة الريان لكل متابعي وانطلاقات الشحنية. تهانينا والناموس لمالك احترام محمد بن زايد بن خلفان المنصوري ومضمر احترام محمود الوهيبي. أيها الإخوة المتابعون، لا زالت الأمور، هذا الشوط 12، باقي 13 هو ختام أشواط الثنايا، سنتابع وبنشوف هل سيبقى التوقيت مع احترام أم للأسماء القادمة في هذا الشوط والشوط اللي يليه، رأي آخر من خلال وجود شعارات مميزة. أيها الإخوة المتابعون، نتمنى التوفيق للجميع وندعو المشاهدين ومحبي أشواط السودانيات في هذا العالم الساحر وهذه الفئة المميزة لها جمهورها الخاص طبعا، نرحب بهم إن شاء الله في ختام أشواط الثنايا. بعد قليل سنتابع متعة جديدة أيضا مع أشواط السودانيات. أيها الإخوة المتابعون، فرحة على مقدمة الشوط، محمد بن راشد بن قطفاي المري هي المسيطرة منذ انطلاقة الشوط، والصاملة تليها وتنافسها في موقع واحد علي بن تويم المري، والمركز الثالث لا سلكية أو لسكية، زايد بن خميس بن عويضة المريخي اسم مميز جميل جدا. المركز الرابع علاج محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، على المركز الرابع وخامس المراكز رقم واحد هي الشهني محمد بن محمد بن زايد المنصوري. أيها الإخوة المتابعون، مشاهدينا الأعزاء في كل مكان عبر شاشات قناة الريان الفضائية التي تنقل وتتابع
أحداثنا الرياضية التي تتابع جديد الشحنية وجديد هذه الرياضة العربية الأصيلة هنا في دولة قطر خصيصا، وتتابع أيضا الأحداث الرياضية خارج الدولة. هذه القناة الرائدة جدا، هذه القناة التي أبدعت في نقل صورة جميلة من خلال نقل هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد، بالإضافة إلى التراث هنا في دولة قطر ومحب التراث في دول الخليج. نتمنى التوفيق لهذه القناة لاستمرار نجاحاتها في الأعوام القادمة، متمنين لها الاستمرار من خلال أيضا متابعينها في العالم كله يتابعون هذه القناة الرائدة، قناة الريان الفضائية، والقائمين عليها نشكرهم جزيل الشكر. أيها الإخوة المتابعون، هذه الصاملة لعلي بن تويم المري على المقدمة عند لوحة 4، تنطلق في هذه اللحظة بمحاذاة بكرة بن قطفة. فرحة لمحمد بن راشد بن قطفة المري على المركز الثاني. المركز الثالث لاسكية على المركز الثالث زايد بن خميس بن عويض المريخي، وهنا ينتزع مركز لاسكية ينتزع من قبل الشهنية لمحمد بن محمد بن زايد المنصوري التي انطلقت في هذه اللحظة إلى المركز الثالث، لتبقى لاسكية لزايد بن خميس بن عويض المريخي على المركز الرابع. والمركز الخامس علاج، تقدم أجمل علاج وأجمل هدية لمحمد بن زايد المنصوري، علاج على المركز الرابع تنطلق، وهذه علاج في هذه اللحظة بهذا الشعار، شعار الإعصار الغربي، ينتقل إلى المركز الرابع. المركز الخامس لاسكية على المركز الخامس، تأخرت قليلا زايد بن خميس بن عويض المريخي على المركز الخامس. بدأنا بالهبوط التدريجي نحو مدرج الكيلومتر الأخير والناموس، ونحن ننطلق ونقبل على لوحة الثلاثة، نقبل على لوحة الثلاثة ونقترب من 3 كيلومترات الأخيرة عن الناموس، و8 كيلومترات مسافة ماراثونية مميزة نتابع ونستمتع من خلال تواجد أسماء مميزة، نتابع هذا الرقص الشحاني الأصيل الذي يقدم في هذا الموسم في هذا السباق، خاصة هذا السباق اليوم يوم الكبار، يوم 8 كيلومترات، يوم المتعة والإثارة لمحبي الكبار وانطلاق الكبار وتحدي الكبار. أيها الإخوة المتابعون، عادت فرحة إلى موقعها الذي أخذ منها قبل لحظة. فرحة استعادت المركز الأول، محمد بن راشد بن قطفة المري على صدارة المركز الأول وفي موقعة الصدارة، في هذا الموقع، في هذا الصدارة، في هذه الانطلاقة. فرحة محمد بن راشد بن قطفة المري، تليها الصاملة علي بن تويم المري مع المركز الثاني والمركز الثالث والرابع، شعار محمد بن محمد بن زايد المنصوري بوجود الشهنية على المركز الثالث، ووجود علاج على المركز الرابع وخامس المراكز. هذا الشعار من واقع الشعار، شعار من عبده، علي بن عبد الهادي بن عبده المري مع بنت رياض، نعم، اللي وصلت بالمركز الخامس. وحركها شويه بن عبده، حركها شوي، الجماعه راحوا، خلاص، هناك انطلاقه لاسماء كبيره، اخترقت المواقع وانطلقت في هذه اللحظه في هذا الموقف، وعند لوحه 2 عن خط النهايه الشهنية تنتقل بدورها إلى مقدمة الشوط بشعار محمد بن محمد بن زايد المنصوري على المركز الأول في هذه اللحظة. هذه الشهنية على صدارة الشوط، ضيفة الميدان من الغربية من دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا شعار احترام الفائزة بالشوط الماضي وشعار الغربية، نعم، لا ننسى صاحبة الشوط الرئيسي التي قدمها أبو زايد في صباح هذا اليوم، لتنتزع أقوى الأشواط في هذا اليوم بهذا الشعار. يعني إن فازت الشهنية أو فازت علاج
بيحصل أبو زايد على ثلاث نقاط اليوم، ثلاث نقاط مميزة كسبت من 13 شوط، يعني ثلاث نقاط سجلت مع أبو زايد. انفاز بهذا الشوط، انفاز بهذا الشوط، لكن الموقف خطير يا أبو زايد، الموقف خطير، فرحة خطيرة. محمد بن راشد بن قطفاي المري مع المركز الثاني واللي تسللت واقتربت الصاملة، علي بن تويم المري مع المركز الثالث ورابع المراكز علاج في المركز الرابع في هذه اللحظة، علاج محمد بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على رابع المراكز. ولكن أعود إلى مقدمة الشوط، أعود بنبقى مع الثلاث اللي بهنزان اللقاء، الثلاث اللي بهنزان اللقاء، يا سلام، ثلاثة أسماء مميزة، شعار بن قطفة، شعار بن تويم المري، وشعار محمد بن زايد المنصوري. يا سلام، يلا يا أبو خميس، خلونا مع مقدمة الشوط، لوحة واحد، هذه لوحة الكيلو متر الأخير، يا لهذا الكيلو، يا لهذا الكيلو من ثقل عند المضمرين، يا له من ثقل عند المضمرين، كيلو عن 10 كيلو عندهم، عن 10 كيلو، عن 10 كيلو، يا سلام، هذه فرحة، حتى هذه اللحظة لم يصدر عليها أي أوامر، افتتحت كيلو الشجاعة وكيلو الامتحان. محمد المري حرك الشعار بن تويم المري، يا سلام على المركز الثاني الصاملة علي بن تويم المري، والشهنية محمد بن محمد بن زايد المنصوري. ولكن المقدمة مع هذه السلالة الغنية عن التعريف، سلالة مميزة، استمرت تضرب هذه السلالة جذورها إلى، يا سلام، سلالة غنية عن التعريف، سلالة غنية عن التعريف، نعم، فرحة محمد بن راشد بن قطفة المري، هذه فرحة على مقدمة الشوط، يا سلام، يا سلام. إذا أهدي الناموس من هذه اللحظة، إن فازت فرحة لمحمد بن راشد بن قطفة المري، وسلام فرحة، ومالكي فرحة، ومحبي فرحة، وبن تويم قادم على المركز الثاني، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام. ولكن أهديك الناموس يا بن قطفة، أهديك الناموس، أزفه على ظهري فرحة، وعلى شعاري فرحة، ومحبي فرحة، وسلالة فرحة، تهانينا والناموس. المركز الثاني الصاملة علي بن تويم المري هو الفائز بالمركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث الشهنية محمد بن محمد بن زايد المنصوري، والمركز الرابع وصلت شعار بن سفران، مسفر بن سفران المري مع قمرية على المركز الرابع. المركز الخامس وصلت براقة حمد بن حسين بن علي بن جرحب المري. إذن لحظات الناموس وفرحة مالك فرحة، الفائزة بالمركز الأول، أهنيك يا بن قطفة على هذا الانتصار المميز الذي سجل في صباح هذا اليوم، وأعلن الناموس المستحق، تهانينا والناموس لك يا بن قطفة على هذا الانتصار، على هذا الانتصار المميز اللي سجل اليوم مع فرحة. هذه فرحة وتوقيتها المميز، يا سلام، توقيت صفقوا لها الجماعة، صفقوا، يعني أفضل توقيت 13 ثانية، 80 جزءا من الثانية كأفضل توقيت سجل حتى هذه اللحظة. يبقى التوقيت، سحب التوقيت من بكرة محمد بن زايد ليبقى مع فرحة صاحبة هذا الشوط، الشوط الثاني عشر. وأهني مالكي فرحة اللي حصل على فرحتين اليوم، فرحة الناموس وفرحة التوقيت، محمد بن راشد بن قطفة المري تهانينا والناموس. وهذه اللي بالمركز الثاني 13 دقيقة و15 ثانية 40 جزءا من الثانية الصاملة لعلي بن تويم المري، والمركز الثالث، أهنيك يا بن تويم، أهنيك الناموس بالمركز الثاني. المركز الثالث، من وصلت من المركز الثالث؟ الشهنية اللي بالمركز الثالث توقيتها الزمني 13 دقيقة 30 ثانية 24 جزءا من الثانية. أهني محمد بن محمد بن زايد المنصوري على الفوز، وأعود وأهني مجددا مالكي فرحة محمد بن راشد بن قطفة
المري على الناموس وعلى التوقيت الأفضل، ولا ننسى